هنروح لنجمة التنس الأرضي ميار شريف، وبتلعب في بطولة فالنسيا المفتوحة ووصلت لثمن نهائي البطولة. ميار صادفها هذا الموسم بعض عدم التوفيق وسوء الحظ، ولكن طبعا وصولها لثمن نهائي بطولة فالنسيا المفتوحة دي حاجة جيدة. ميار شريف لاعبة منتخبنا الوطني ونجمة النادي الأهلي للتنس الأرضي تأهلت لدورة 16 في بطولة فالنسيا المفتوحة، واللي هتتلعب في أسبانيا في الفترة من 19 لحد 27 نوفمبر اللي احنا فيه، ومجموع جوائزها 100,000 دولار. ميار كانت كسبت لاعبة سويسرا من مصنفة رقم 220 على العالم في دور ال 16 بنتيجة 2-0، وجات نتائج الأشواط كالتالي 7-5 6-3 في ماتش استمر لساعتين إلا 5 دقائق، ودي فترة طويلة 115 دقيقة بالظبط. ميار هتستنى في دور ال 16 كسبانة من بطلة مقدونيا وبطلة صربيا، ماتش جامد. كل التوفيق لميار وإن شاء الله مزيد من التقدم في الرانك العالمي. هي دلوقتي بتحتل المركز ال 59 عالميا، وده رقم كويس، بس احنا عايزينها تخش في التوب 50 توب 30. يعني أنس جابر لاعبتنا التونسية إن شاء الله ميار مش أقل منها، يعني بإذن الله توصل لتصنيف، يعني لتصنيف زي أنس وصلت، يعني وصفت التصنيف العالمي. إن شاء الله ميار بمجهودها والتخطيط السليم للبطولات توصل لترتيب أحسن من كده إن شاء الله.